قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة فمعي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. من هذه الأسئلة يقول: أعمل بالبحيرة ومرتبي من القاهرة، هل يجوز أخذ مرتبي عن طريق تحويله على حساب جاري دون فوائد لبعد المسافة بين المحافظتين؟ نعم يجوز ذلك على ألا تأخذ فائدة على هذا الراتب، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل آخر قائلا: ما الحكم في إنفاق فوائد البنك في فواتير الكهرباء والمياه والتليفون؟ كل هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنفق فوائد البنك في فواتير الكهرباء أو المياه أو التليفون، فهو نوع استفادة حاصل لك، ولا يجوز أن تستفيد من مال الربا لا بالأكل ولا بالملبس ولا بالمسكن ولا بأية فائدة، والله أعلم. يقول: أخي كان يعطي أمي مالا لشراء التزاماتها وأيضا أبي، فسار مع مبلغ وضعته في بنك فيصل، هل يجوز لها أن تساعد أولاد ابنها وأولاد بناتها من هذا المال؟ العائد من هذا البنك كالعائد من غيره من البنوك، فكل البنوك سواء، وكل هذه العوائد ربا، فابتعد عنها، والله أعلم. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. يعني كنت حلفت على مراتي يمينين، قلت عليا الطلاق ما انت راح خبزه في المنشيه. الو. ايوه نعم. وبعد يعني حلفت على مراتي ليه مش تروح تغوص المنشيه مرتين، فاعمل ايه يعني دلوقتي؟ كفر عن يمينك كفاره يمين باطعام 10 مساكين عن كل يمين، ولا تحتسب تطليقه. هذا الذي اختاره من اقوال العلماء في مسالتك، اختار أنك تكفر عن يمينك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة وجبة، ولا تقع تطليقة، والله أعلم. يقول السائل أو تقول السائلة: إنها بنت مخطوبة منذ سنوات وحالتها المادية صعبة، ممكن تأخذ قرض بعدة آلاف وتسددهم بعد الزواج؟ لا يجوز هذا، فهذا نوع من أنواع الربا بلا شك، وبالله تعالى التوفيق، هذا حرام إذا صنعته. تقول السائلة: زوجي يريد أن يشتري سيارة، وذلك بأن هنالك بنك يشتري عددا من السيارات من معرض ويقسطها للعاملين عن طريق الشركة التي يعملون فيها، أرجو الرد. لا تجعلي زوجك يشترك في هذه المعاملة الربوية، فمعاملة ربوية كذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. أنا كنت بسمع قناة الناس، يعني متعودة أسمعها، فسمعت الشيخ بيقول يعني اللي متجوزة من غير يعني يكون خالها وليها ما يدوس، يعني يبقى حرام وباطل، فلازم يكون عمها أو ابن عمها أو أبوها أو أخوها. فأنا ماليش أخ، يعني ما معيش اخ، ما معيش المرحوم ابوي يعني توفى، و يعني ما معيش عمي، يعني ابوي ما لهوش اخ، وبرضه يعني ما لناش حماني يعني خالص، مقطعنا الشجره يعني. فقول لي بس الدواز باطل ولا انا ليه 10 سنين متجوزه؟ مش عارفه الصراحه عايش معاه ولا مش عايش معاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فالاخت السائله مفاد سؤالها انها ليس لها من العصابات رجل،
فزوجها خالها لهذا الغرض. إذا كان ذلك كذلك فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا تسريب عليك. لكن محل المنع إذا كان هناك عصبات ومنعوا، أما إذا كان هناك عصبات ووكلوا حتى الخال فالوكالة صحيحة. فعلى كل أيتها الأخت السائلة، زواجك صحيح ولا تثريب عليك، بارك الله فيك، لانعدام الأقارب من ناحية الأب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم، أنا بحبك في الله. والله يا شيخ حبك الله الذي أحببتنا له، جزاكم الله خيرا. بقول لحضرتك، أنا لو معايا مال أحطه في بنك إسلامي ولا ما أحطوش في أي بنك؟ لا تضعه في أي بنك على سبيل أن ترجع إليك عائدة منه، فالبنوك كلها سواء، وهذه مسميات فقط، ابتعد عن تلك البنوك جميعها. يقول أريد أن يقول أنا خليجي مقيم للدراسة في مصر، هل يجوز لي الزواج بنية الطلاق؟ لا تبدي هذه النية عند العقد أبدا، إذا تم العقد وأنت مضمر هذه النية فالعقد صحيح، لكن لا تبديها أبدا عند العقد، ولا يجوز الزواج بتحديد مدة معينة. أما الذي في النفس فقد يتغير بعد ذلك، والله أعلم، لكن لا يجوز الزواج مؤقتا بمدة زمنية معينة، بارك الله فيك. يقول أخي يسمع المشايخ لكن يسيء الأدب مع والديه، فبما ينصح؟ ينصح بحسن الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فجدير به أن يصدق قوله عمله وأن يصدق عمله قوله، وإلا فبه شعبة من النفاق بهذه الطريقة، عياذا بالله من النفاق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، سألنا قبل كده قالوا أفضل البنوك البنوك الإسلامية، وكان من ضمنها بنك فيصل. إن كان بنك فيصل حرام طب نعمل إيه؟ ومفيش حد ثقة إن الواحد يسيب له ماله. هل إذا رزقك الله مالا شكر النعمة عندك أن تأكلي من الربا؟ لا طبعا، ما أنا عايزة الحلال، ما أنا بسألك عن الحلال. ابحثي عن أي مجال للاستثمار آخر، أما البنوك كلها سواء، وهذا تضليل للعباد وغش، فالبنوك كلها سواء والبنوك كلها حرام، والقوانين التي تضبطها أيضا كذلك، بارك الله فيك. والبنك ليس مؤسسة تجارية تتاجر وتبيع وتشتري، ولها مندوب مشتريات ومندوب مبيعات، كل هذا مفقود فيها، إنما هي ممارسات ربوية، فانئي بنفسك إن كنت تريدين الحلال الطيب عن هذه البنوك. السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أبغى أحطك إيه، تمام؟ تفضل. والله بقى سعادتك بالنسبة للتجارة في السجاير. نعم؟ التجارة في السجاير. التجارة في السجاير؟ التلفزيون. التجارة في السجاير حرام، لأنها تعاون على الإثم والعدوان، والسجاير بالاتفاق مضرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا عبد الله. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك الله، تفضل. هذا رجل بارك الله فيك ولد له ولدين، وكلاهما توفاه الله قبل أن يبلغ سبعة أيام من عمره، ولم يعق عنهما، وسأل من سأل فقال له لا بد لك أن تعق عليهم، ولا بد أن تكون العقيقة يوم عيد الأضحى. نرجو بارك الله فيك التوضيح في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالعقيقة سنة مستحبة ليست بواجبة، العقيقة سنة مستحبة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، فهي سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم عليه. أما كون المولود مات قبل يوم السابع فالوجهان قائمان، إن شئت عققت عنه وإن شئت تركت، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، نعم عندي سؤال لو سمحت، بس عايزة بعد الحلقة أسأل حضرتك. تفضلي. ممكن؟ تفضلي. بعد الحلقة. كيف بعد؟ خير بعد إن شاء الله. انتهاء الحلقة المباشر. خير خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. لو تكلمت كفارة اليمين الطلاق المعلق، نعم، هل يجوز نطلعه فلوس بس ولا لازم إطعام 10؟ إطعامه أيضا جرى على سائر الكفارات في الأيمان، إطعام كذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. حاضر. يقول: أب يمنع أولاده من الذهاب لعمتهم في البلدة ولم يروها قط، ويذهب هو بمفرده بل يتكلمون معها بالهاتف، فما الحكم بالنسبة للأولاد والأب؟ ينظر إلى سبب المنع، لماذا يمنع الأب أولاده من زيارة عمتهم؟ إن أبدى الأب سببا مشروعا قبل هذا السبب، كأن يخشى عليهم من شيء محرم مثلا هنالك إلى غير ذلك من الأسباب. أما إذا لم يكن هناك شيء فيبدو والله أعلم أنه يكره ذلك للأب كراهية شديدة، بل يصل إلى التحريم إن لم يكن هناك سبب يمنعه من جعل أبنائه يزورون عمتهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله بركاته. اتفضل يا علاء. الله بركاته يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. الطلاق المعلق الذي لا يقع، الطلاق المعلق الذي لا يقع له كفارة ولا نظام يرضى؟ له كفارة عند عدد من العلماء، وكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام، وبالله التوفيق. تقول إنها ملتزمة وأخواتها على علاقة بشباب، قلت أزورهن ولي 3 أشهر لم أزورهن. شيخ آخر قال: اذهبي لأنك هكذا قاطعة للرحم، إذا كنت تقصدين بعدم الزيارة زجرهن عن المنكر الذي هن فيه فلك ذلك، وإن كنت تطمعي أنك إذا زرتيهم ذكرتيهن بالله، فإذا كنت تطمعي في تذكيرهن بالله فزوريهن وذكريهن بالله. أما إن كن متماديات في الغي ومتماديات في المحرمات فالبعد أسلم حينئذ لزجرهن ومنعهن من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، هو للمرأة اللي في حالة الجنابة يجوز لها أن ترضع ابنها؟ نعم، يجوز للمرأة أثناء جنابتها وقبل اغتسالها من الجنابة يجوز لها أن ترضع أولادها، فليس هناك أدنى مانع من ذلك، يجوز. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول: هل يجب غسل الشعر أو إزالة الزيت من الشعر إزالة الزيت بشامبو عند الغسل؟ الوضوء أو الغسل؟ في الغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا يجب إزالة الزيت عن الرأس، إنما يغسل الرأس فقط، يغسل الرأس فقط هذا. وكانت عائشة رضي الله عنها، أو قبل عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا لبد شعره، وهذا التلبيد كان عند ذي الحليفة، وتلبيد الشعر معناه ضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه اللباد، يشبه الصمغ.
واستمر النبي على ذلك من 25 ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. وعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج محرمات وعليهن الضماد. فإذا كان على رأسك على سبيل المثال على رأسك شيء من زيت الشعر واستحممت فأجزأ عنك هذا الاستحمام ولا حرج والله أعلم. السلام عليكم، تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، هل جائز للمرأة قول الأذكار أثناء الحيض رغم ما فيها من قراءة قرآن؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الحيض، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وقوله افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت يبيح لها أن تقول الأذكار، وكذلك يبيح لها أن تقرأ القرآن، وإذا مست بحائل جاز أيضا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا من الشرقية. تفضلي. أنا بنت، أنا 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 ابن خالتي متقدم لي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل اتفضل. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل سؤالك. أنا اسمي إسلام مش حسام على فكرة. اتفضل يا حسام. حضرتك أنا كنت يا إسلام اتفضل. حضرتك أنا كنت بعمل خير والله يا شيخ، والخير دوت ضاعت في عينيا والله. الخير ماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. نعم اتفضل. ازي حضرتك؟ بعد اذنك في سؤال بس عن حكم صندوق الزماله. حضرتك انا شغال في شركه مصر للطيران، وعندنا صندوق الزماله ده بيقوم باستثمار بعض المال في سندات قابله للتداول في سوق الاوراق الماليه، وبيمنح للعاملين او للاعضاء قروض نقديه وعينيه. انت مجبر على حضرتك عفوا الصندوق. أنت مجبر على الاشتراك في صندوق الزمالة أو حضرتك اختياري؟ لا تشترك حتى لو أنا ما خدتش قرض؟ لا تشترك في صناديق الزمالة ما دمت مختارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول: الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ويقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فابتعد عن صناديق الزمالة تماما لما يعتريها من الربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا أختي. الله يرضى عنك يا شيخ. أنا متزوجة وزوجي يعني متعاركة ومختلف ويا بيت عمته، هو يصيرون بيت خالتي. فحلف علي يمين قال إذا تشوفين واحد من ولد عمته ويصير زوج أختي طبعا. فحلف علي يمين قال إذا تروحين أو تشوفيهم تحرمين على سلمة الأختي. قال تحرمين علي كأمي وأختي؟ ايه تحرمين علي. بس أنا طبعا لا عفوا اصبري. ايه؟ قال تحرمين. نعم. تحرمين علي فقط أو تحرمين علي كأمي وأختي؟ لا قال تحرمين علي، ما قال كأمي. ايه كفارة يمين فقط عليه. نعم. فقط كفارة يمين، إطعام 10 مساكين فقط، إن عجز صام 3 أيام ولا تحسب تطليقة. إن قال الزوج لزوجته: إن كلمت فلان تحرمي علي، فكلمته، فكفارة هذا التحريم كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، ذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن بس أسأل سؤال؟ نعم. أسأل على حاجة بس ممكن؟ تفضلي. لو سمحت، أنا كنت متجوزة، دلوقتي مطلقة ومعايا 3 أولاد، بس جوزي الأولاني
انا الولد والبنت ما شافهمش لمده حوالي يعني 10 سنين 11 سنه. فالمهم رجعت قلت لعيالي بص شوفوا ابوهم ودورت عليه ولقيته ووصلت الولاد لي. نعم. بس للاسف ما فيش قبول يعني لم الولاد ماشي وهو بيحاولش يدور عليهم ولا بيحاول يسال عليهم دلوقتي. في سؤال تاني معلش ليه انا ما فهمت السؤال الاول عفوا. نعم؟ ما فهمت انت ليك انت مطلقه وعندك اولاد وابوهم لم يراهم ما السؤال؟ نعم هذا والى فاصل قصير ونعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فبين هذه الدقائق التي هي نهاية الدرس أجيب على هذه الأسئلة على وجه السرعة. أيهما أولى ذبح الحقيقة أم أضحية العيد؟ إذا لم أستطع ماديا إلا إحداهما كل جائز وليس هناك نص في التفضيل وإن كانت الأضحية كشعيرة أقوى والله أعلم. ما الحكم لو لم أشهد أضحيتي في عيد الأضحى وأنا مسافر في عملي؟ لا يلزم أن تشهد الأضحية وثوابك كائن إن شاء الله تعالى. قل زوجة أخي متبرجة وعلمانية وترفض بعض الأحاديث هل هي من أرحامي؟ أولا زوجة أخيك ليست من أرحامك. ثم يسأل هل علي ذنب في مقاطعتها؟ إن كنت تقصد بمقاطعتها الزجرة السائلة امرأة إن كنت تقصدي بمقاطعتها أن تزجريها فقاطعيها حتى تنزجر وإن رأيت أنه لا فائدة فانظري إلى المصلحة ودوري مع المصلحة حيث دارت والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل أعطتني أمي مالا من أرباح بنك أوزعه للتخلص منه وكنت بحاجة للمال فأنفقت منه دون علمها هل علي إثم؟ عليك أن ترد أن تخرج المال لأنك لا يجوز لك أن تستفيد بمال الربا الذي أتى إلى أمك والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات اللهم آمين. أوصي نفسي والمسلمين بالإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما أوصيهم برد المظالم إلى أهلها. فشهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا بالإكثار من الاستغفار فبذلك كله تدفع عنا البلايا والنقم وبذلك نستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.